السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طبسات منود. نبداو ان شاء الله. بسم الله. غادي ناخذ تقريبا 2 كيلو ديال الملح ولا كيلو ونص باش نصاوبو الطنجية مراكشية. خاص ناخذ واحد الكوكوط تكون شوية كبيرة ومجموعة باش يجي فيها الطنجية طيبة من داك الرفيع. على بركة الله. خاص يكون هاد الشرائح اللحم مقطوعين بالتساوي وعرض مويه، ما يكونش غليظ بزاف. تناخدو واحد 3 أو 4 حبات البصل، وكاين اللي تيبغي البيض وكاين اللي تيبغي البصل الاحمر، مهم بحال بحال. انا خلطتهم بجوج ونقطعهم طريقة صغار على شكل مربعات ونضيفهم مع قطع اللحم. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم على 10,000 مشترك. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وديروا تعليقاتكم اذا كان عندكم اي استفسار. بعد إضافة البصل وشرائح اللحم غنزيدو واحد شوية ديال الزيت، تقريبا نص كاس ديال العنبة ديال الزيت. ممكن تدير الزيت على عينك ميزانك. تنشعلو البوطة تكون مويه ما مجهدة بزاف، ما ناقصة بزاف. غادي نزيدو واحد فصوص ديال الثوم ونحكوه بحكاكة صغيرة. من الأفضل نحكوهم على ما نقطعهم قطع صغار. بالنسبة لتخزين الثوم أنا تنخزنو هكا القشور ديالو في الثلاجة بالضبط في المجمد، ما تطرى له والو، تلقى النكهه ديالو مزيانه. نضيف مع الطنجرة مع اللحم وتنقلبو اللحم ونقلبو الجهة الأخرى. نضيفو الثوم المحكو أو المبشور، تقريبا درت شي 5 حتى 6 ديال الفصوص الثوم. غادي نضيفو تقريبا 1.5 لتر حتى 2 لتر الماء ساخن. على حسب الكوكوت ديالك وعلى حسب عدد القطع اللحم اللي درتي. هانتوما كيف تشوفوا راه مكتوب 2 لتر. نزيدو واحد المصير حامض مصبر منزليا، يعني هو اللي تيعطي واحد البنة رائعة في الطنجية. يتفتت بسهولة، يعني تتفرت دغيا اللحم خاص طيب مزيان ومصوب في الدار. تفرت مزيان هكا على قطع صغيرة بدون ما تحتاج الى الموس ولا شي حاجة.
نزيد واحد ملعقه من الملح، ولا ملعقه ونصف من الملح، غنضيفو نصف ملعقه من الابزار الاسود، وكان الابزار الابيض المهم اللي عندكم. نزيدو واحد ملعقه صغيره ديال القزبر المطحون الجاف، وملعقه صغيره من الزنجبيل ولا السكنجبير مطحون، وفي الاخير تنزيدو واحد ربع ملعقه من الكمون، وملعقه صغيره من الخرقوم البلدي ومطحون، وتنسموه بالزعتر اعشاب الزعتر، ممكن ديرو حتى اليازير ولا شي حاجه اخرى اللي تعطي واحد النسمه زوينه. في انا درت الزعتر البلدي، درت شويه غادي نجيب لكم زعفران حر ديال التلوين، زعفران جودة عالية، غنديرو واحد بضع شعيرات من الزعفران، نحطو في بلاصة اللي مغلية اللي سخونة بزاف باش تطلق دغيا، ونحركوه شوية غير باليدين ديال الكوكوت، نقلبوا هاد القطع ديال اللحم، طرفات اللحم نقلبوهم مزيان باش ندخل عليهم التوابل اللي درنا، ونسدو الكوكوت مزيان بالطنجرة نحكم الإغلاق، سدو الزاير عليهم مزيان، سديه بالصفارة وتنقسم العافية. غادي تنقسم العافية ضروري باش تخليها تطيب على مهل، الطنجية تتبغي واحد الوقت طويل وتطيب على خاطر خاطر خاطرها. وغنخليكم بعد قليل تقريبا واحد المدة ديال ساعة تلت ساعة ونصف، ونعاودو نطلعو على الكوكوط. ديما تنحركو الكوكوط هي مشدودة بلا ما نحلوها، تنديرو عبارنا واش باقي كاين ما، تنتأكدو ان الما نشف، دابا غادي نطلعو الكوكوط ونشوفو النتيجة. هذه طريقة سهلة جدا 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 لاصق المرقة في القياس خاطرة. هذه هي التنزية ديالنا المراكشية، شكرا اللحم طاب بزاف، المرقة نخلو شوية باش نغمسو مزيان بالخبز، الجناب ما الحمد لله ما محرق ما والو، راه طيب مزيان لأن ديرو بآبار ديال الما هو هداك. غنجيبو الصحن التقديم تفصيل، يلاه خرجتي من الجامع، نهزو من الدار ولا نهزو بشي حاجة باش ما يتفرطش. انا تيطلع الزيت، الا طلع الزيت هكا راه طايب مزيان،
ها المرقة اللي بقات تكي تقيلة وخاطرة. ما تندرو لا سكر لا والو، راه طايبه داك الرفاح. انا الطنجيه ما تطبخيش كل مره، تحلي الكوكوط كل مره، خص تديهاش انت وحده. وحنا قدمنا لكم اللحم البقري طايب على حقوق طريقو، وتنزينوه بالبرقوق الاسود والقرقاع او زوز الهند ولا اللوز، على كل واحد الذوق ديالو في التزيين. المهم اللحم يكون، وما تنساوش لايك واشتراك الى شاهدتوا اول مره القناه ديالي، وخلوا لنا تعليق الى عندكم شي استفسار. وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.